الطريق تعبان فدنا والتحويله سووها من هناك ازدحام فلا سووا السايدين وما صبوا الجزره عافها مفتوحه وهسه شابشه والله العظيم هذا الطريق طالع عليه من 2 بالليل الساعه ب 12 الظهر ازدحام شفت عينك هذا الزحام الساعه من الجسر ما ندراع من الجسر ما ندراع هسه الزحام ما صار جسر السايلو وعبر جسر ما السايلو عبر وشفت عينك هذا صور انت قدامك وباوع شوف الحاله قدامك ومروتكم باوع على العالم باوع شوف ايش صار بها العالم يعني هذا مدخل بغداد يعتبر. هذا مدخل بغداد دمر عمي هذا بالجزره بالتبليط شايف السايدين وخلى العالم مزدحم الساعين ما كمل الجزره ودمر العالم دمار هذا مدخل بغداد هذا مدخل بغداد شوف عينك هذا مدخل بغداد ومرودكم بعد الوضع تعبنا تأذينا يعني هسه احنا نروح كل السيطرات بس سيطرات بغداد تتأذى يعني هسه هذا الشارع شوفه حفره والشوارع حفر الشارع وما حد إله ماكو احد هسه دمرنا لا مدخل لا بانزي خانة تقدر توقف لا تقدر توقف شارع لا تقدر توقف سيطرة ماكو ما تقدر توقف هاي هسه شوفها شلون وهذا اللي الامر وتشوفها بعينك هسه بدا من الجسر بدا عبور عبور الجسر يعني من زمان الجسر هو الازدحام بالله زمان الجسر من ناس من زمان الجسر بالتحويله مال الجسر عبور الجسر عبور الجسر عبور الجسر عبور الجسر معاناتنا من هذه الطريقه يعني معاناه كلش المعاناه يعني صعبه وما لها حدود يعني هذه الطريقه يعني حيل قطع رزقنا وخروا ثاني طريق مكسر طريق يعني كله طسات وبالاضافه الثانيه من زمان الجسر الازدحام من زمان الجسر الى هنا هسه انا افتريت اهلي هنا كان يعني مجاور الشؤون وافتريت هاي الفره كلها في سبيل اروح للبيت وهسه هنا بالنا عصيت بالازدحام يعني ما يعني الطريق يعني ما شنو الطريق هذا ما يعني ماكو مثيل لهذا الطريق يعني طريق دولي هذا يعني المفروض يعني هذا اشوف له بديل اشوف له مكان ثاني منفذ ثاني من هناك من هنا يعني كل على الطريق هذا شو يصير هذا الطريق يعني الطريق تعبان ومكسر والله صار له سنين ها كل ما يلزم مقاول اشتغل له نص من عنده وراح الصيف الشركه الوحيده اشتغلت من جسر السايلو هي للطارميه للعباشي الصيفي اخذت السايد الروحه اشتغلت الصيفي شركه اسمها الصيفي اشتغلت شغل صحيح واحنا الشركات الباقيه ما جاء الجسر هسه الجسر هو كامل يعني ليش ما يفتحون يخففون هذا الازدحام هذا هم شويه يساعدون الناس بهذا الشارع الراحه والجيه يسهلون الامور يفترون من جو الجسر مال الحماميات الجسر الثاني يعني جسر مكسر وصاعد ونازل يعني سيارتي هسه مرتين دقت بي يعني سياره كيا ومرتين دقت بي الله وكيل يعني هسه انا اروح للبيت وانه بساعه يلا طب والله جريمه والله يا اخي ابونا السلام عليكم معاناتنا والله معانات قشره هاي اكثر ناس راح يصير بيها جلطات وامراض من وراء هذا الطريق التاجي نعاني ما يعني معاناتنا ليس لها حل ما لها مثيل ابد بكل الاعراض هذا الطريق فدنا باعه انظر بعينك شوف الزحامات والبهدله هو جسر والله ما بي شغل يومين ثق بالله ما بي شغل يومين وصار اشهر شغل كلاوات بي كلاوات يعني هاي الحكومه ما تنظر وما ترحم بهاي الناس المفروض تكون عندها رحمه على هاي الناس اللي عنده مريض اللي عنده حاله انسانيه يا حبيبي خلي يشوفون صوره حل هذا الجسر وهذا المغاول اللي ماخذ العمل انا اقول عليه كروز صفر هذا المغاول يا اخي هاي الانبار كم جسر عملاق وقع بها الموصل كملوها بايام معدوده يعني جسر بس مجرد تبليط صار لها حاصل له 5 أشهر تقريبا نص سنة الله يقبلها محمد وين الرحمة وين الإنسانية باو انظر بعينك وارحم بقلبك شوف هاي معاناة الناس عمي
فالحين الحكومه شوي تنظر بطرف عينها على الناس، على اهل التاجي. والله معاناتنا لا تعد ولا تحصى قسما بالله العظيم. فنرجو من حكومتنا الموقره ومن السيد الكاظم الله يحفظه ينظر على هالناس ويرأف بحالها. والله انا بالنسبه لي في وجهه نظر انا اقول هاي الشغله مقصوده على اهل التاجي. اي نعم مقصوده قصد. يعني هذا جسر ما بيه شغل يومين ثلاث ايام يطول اشهر. ليش؟ شو باع النساء؟ باعوا على الشياب، باعوا على الاطفال. وين الرحمه والرأفه والانسانيه مال حكومتنا؟ الله يطول بعمرها، ما نقول اكثر. فنرجو ان يوصل صوتنا للحكومه العراقيه وتنظر بطرف عين على هالشعب هذا. ما هو الزياره؟ شوفوا شلونها، شوفوا الطرق شلون مسدوده. انا ادري شنو هاي، وين الشرطة؟ وين الجيش؟ وين هذا؟ وين المنظمين ينظمون الطريق؟ ما والله هذا الازدحام صار له تقريبا بالسنتين او اكثر. ازدحام من هناك الشارع عكر والسيارة ما تمشي. سببها شنو؟ سببها التبليط مو صحيح ولا شغله صحيح. وهاي العالم شوفها من الصبح لحد الان هاي ازدحامها، ومو بس اليوم. صار له سنين هذا الشارع مال التاجي عكر وما حد يمشي، وهاي السيارات بسببها العطل. شوف الزوار همين هاي مناسبة الزيارة مال الإمام الحسين، واحنا تعبانين يعني فردنا بلا خدمات لا كهرباء ولا يعني شغلة، كل شيء ماكو. ان الدولة جابوها هيك كلها بوق ونصب، ولا تقول دولة فلان وفلان، كلها مع السياسيين الشيعة والسياسيين السنة والكراد كلهم واحد ايد بيد، وكل من ما حد يوقع للثاني اذا ما تمشي لمصلحتي. هاي هسه شارع التاج هاي ابو علي هسه صار له قد صار له تقريبا فوق النص ساعه او ساعه واقفين على هاي الحطه العالم وهاي الزوار. ومو بس اليوم، يوميه هاي المعاناه. والله اكثر شيء يصير تقريبا ورا العشره حد الوحده. مرات اكو ومرات ماكو، هسه اليوم اكو احسبها يومين ماكو، يوم الثالث ازدحام. ما بيها مجال هسه تروح صور هناك القبل السيطرة شارع سيارة ما تمشي، لو على الواحد لو على الثاني تمشي. هاي يعني شو اقول لك، تعبان العالم فردنا وهاي العالم هسه بالتبري وقوه، لو مشغل لو لا تبري. شارع ماكو، خدمات ماكو. المسؤول طبعا المسؤول مو هنا، المسؤول مو هنا، لا عائلته هنا ولا هو هنا. فوق الى درجه مو طبيعيه. العده غيره خلي يشتغل عدل، العده غيره خلي يشتغل عدل. والشعب شعبه ترى لو مو الشعب هو اصلا ما يقعد على هذا الكرسي، ولا هسه راتب 10 ملايين وفوق. واحتمال هسه كل سياسه عنده ثلاث رواتب اربعه ثق بالحسين، واكو عالم ما عندها حصره عليها. هذا ماكو احتمال. شفت هذا اللي يبيع شاي واللي يبيع مي يوميه طلع له 5000 يحمد الله ويشكره، اما هو بالشهر يطب له بال 50 مليون. شو يقول لك؟ ويقول لك قليله. لحد الان الميزانيه ما حاكين بيها لحد الان. وهسه بوس عمك بوس خالك ذاك ما كنا بهذا الهزاز، انه بهذا الهزاز مال السيارات يعني السياره تعبانه. هسه الهزاز جامه لازم يبدلها، صدر لازم يسوي، بقلايتات ما بقلايت يسوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الازدحام معضلة ولا لها حل ولا لها نهاية. هذا طريق كله مفلش، صيانة ماكو. هاي العالم هاي كاتلها الحر، اللي عنده مريض اللي عنده شغلة مستعجلة وين يروح؟ هذا وين يروح؟ ما تقول وين يروح بالحر هذا؟ هاي صارنا ساعتين واقفين لحد الآن، ماكو أي حل وأي نتيجة ماكو. الخاطر الله سوى لنا حل. الله 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 الله
والله فينا معود. والله معاناتنا حيل يعني متازمه علينا احنا كل يعني الزوار نقلهم حيل صعب علينا من كثر الازدحامات دي يسدون الشوارع زين من كثر الزيارات يعني اليوم زياره يروح يبلط يسد شارع يعني تقبلوها هاي باوع هذا الازدحام مآسات هواي مآسات يعني من زمان هاي نعاني من عندها مآسات هوايه يعني هاي صار لها سنين دا نعاني من عندها. الازدحام نص سيطرة هنا زين وسبب الازدحام التبليط ماكو زين ويحاسبون على كل سيارة تروح للهزاز اذا السيارة تروح للهزاز هذا التبليط يعني مسوي لها كل طسة ها كبرها زين انا كل شارع بدل حدادية ويروح يدزنا على الهزاز انت وفر لي شارع تبليط عدل زين وارصفه وانا اروح لك للهزاز انت مو تسوي لي هزاز وشارعك هو يكسر السيارات يعني كل شهرين انا بدل حداديه يعني شو اريد احكي وياك بعد ما تقول لي يعني الله اكبر عليكم. السواق احنا نعاني من الجسر هذا يعني كامل ذاك الجسر ما داعي يفتحونه شنو السبب ما اعرف يعني عاصمه مال بغداد سايد واحد يعني شارعين سايد واحد الصفحتين يعني مخلينا بسايد واحد يعني وهاي شوفت عينك هذا صار ساعه وشويه بالازدحام وبعد ساعه ما نخلص هذا الازدحام مال الجسر شارع بيه تكسرات بيه تحفرات بس منطينا الشركه هاي الشركه يوم تشتغل بهذا السايد يوم تشتغل بهذا السايد يعني ما خلت تكمل صفحة واحدة وتمشى السير يعني شنو يومية تقمز يوم تقمز يهان يوم هناك شنو السبب يعني يردون يطولون المسافة حتى يقولون ها فلوس ما كفت يعني طول المسافة ما يكمله بشهر يكمله بخمس ست اشهر وهذا حال المواطن العربي. تبهذلنا والله العظيم زين هاي صار يعني بالله ما يوم ما نطلع للشغل ونرجع الا احنا تافهين المر زين هواي عمال ويانا شنو ذنب هالعالم زين كفيلك الله يعني متبهذلني بهذله بس الله علم زين وما صار شاره ماكو شو نحكي واي ماكو شاره ما لا ابو جيش يقف لا شيء يقف لا جهه امنيه تقف يحلون هذا الشارع. هذا الجسر ماكو الجسر ترى يعني صارنا 3 ساعات احنا بالجسر شنو السالفه شنو ذنبنا يعني دوله ماكو هنا الدوله خديجه تسوي لنا شارع تسوي لنا حال هاي اللوريات والهوسه شفت بعينك انت رحم الله والديك شلون ما اثر علينا حتى اثر على عيشتنا احنا يعني تطلع الصبح ما تطلع غير الظهر والله هاي المعاناة هذا سببها أول شيء الغاز ثاني شيء يعني ازدحامات هسه تعال شوف يعني وينو كل شيء ازدحام صار النبي ساعتين هاك شوف هسه شوف احنا ورانا طريق ورانا تحميل ورانا عندك طريق يعني شنو هسه هاي سببها هسه يسأل هاي السواق كلها عندنا هاي المعاناة ماكو حل يعني لا اكو مرور اللي ينظم السيار
لا اكو مثلا دوريه، ما اكو كل حل بهذا الموضوع. انا اقول لك هي بسيطره التاجر جاي يصير عندنا الازدحامات اكثر شيء بيها، لان من انا عندك هذا طريق رئيسي ولازم يعني هسه الجسر مخلينا سايد واحد، ما يصير هسه تتعاد شوف من انا على الخدمه جاي تطلع السيارات. وما ندري بعد شنو الوضعيه ما نعرف. والله من البارحه لليوم احنا نايمين بالزحم، من البارحه لليوم نايمين بالزحم، لوريات وسيارات ولوارع عسكريه، ويعني امور تعبان، الشارع تعبان حيل. هاي وياي زويرانين من البارحه لليوم انا بالزحم. هاي الحكومة كلش مقدم. عمي ما يصير، الله ما يقبل، والله عمي الله ما يقبل. عمي ما يصير والله العظيم، هاكو هذا عمل؟ شوفون الشوارع، شوف هذا عمل؟ من التسعة لحد الآن بهالشارع أنا، من التسعة. الله ما يقبلها. وشكرا. والله الازدحامات تعبنا بيها، شارع تعبان، الدنيا تعبانه، واحد يروح يجيب مخضر لاهله ما يلحق. شنو هسه اذا اطب الوحده اطلع بالخمسه الله يقبلها؟ كهرباء ماكو، مي ماكو، صدق كذب عمي. سيطره التاج تعبانه، يكلبون بالواحد. هسه احنا دواعيش كلبين بالجناسي، سنه انا اطبق، شارع تعبان، دوله تعبانه، الله ما يرضاي. الزحام ضيم وحر وقهر، ما اعرف شنو السبب، شنو مزود ليش ما اعرفه. مثلا التبليط، التبليط حافرينه، التبليط عن سبب شوار. التبليط اعتقد بعدنا ما واصلين احنا. احكي لك استاذي، وين احكي لك على الازدحام؟ شوف شوف جاي تصور لو ما جاي تصور. هاي التاجي، هاي هذا مدخل عاصمه، بس وين وين الراد؟ الله الله هو اللي والله الازدحام ياثر، شلون ما ياثر علينا؟ والله ياثر، بعد قريب نص ساعه واقف.